برنامج شريك الذي يعزز العلاقة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في الدفع نحو الاقتصاد السعودي إلى مراتب عليا، أطلق اليوم، أطلقه ودشنه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وهو الخبر الذي بدأنا به هذه الحلقة. وكان معنا المحلل الكاتب الاقتصادي الأستاذ علي الحازمي، وتحدثنا معه عن بعض التفاصيل. الآن نوسع الحديث عن تفاصيل هذا البرنامج مع ضيفي المحلل الاقتصادي الأستاذ محمد القحطاني الذي ينضم إلي الآن، الدكتور محمد عفوا الذي ينضم إلي عبر السكايب. دكتور حياك الله معنا في أهلا، وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. حياك الله أخوي فرح والأخوة المشاهدين. شريك يعني على اسمه يعزز الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي، بعد هذا التدشين الذي أطلق اليوم بهذه المبالغ التريليونية العالية، ما النتائج المتوقعة في القادم؟ سؤال جيد حقيقة. في عالم الاقتصاد دائما الإنفاق ضروري جدا، وخصوصا يعني المملكة العربية السعودية يعني بعد إعلانها عن الصندوق السيادي اللي أعلنه سمو ولي العهد في الفترة الماضية عن يعني ما حقق من نجاحات كبيرة ويعني وفاق المستهدفات، فبالتالي دائما أعتقد أن الوقت الحالي ضرورة الآن في ظل التحكم اللي صار في على جائحة كورونا، والآن بدأت تتحرك الاقتصادات وبدأ الآن في نوع من بصيص من الانتعاش الاقتصادي، ليس فقط الاقتصاد المحلي وإنما أيضا الاقتصاد العالمي. كل هذه حقيقة دفعت المملكة بأن تعطي بسخاء للقطاع الخاص، لأنه هو يعتبر جزء لا يتجزأ وشريك في التنمية. وحنا لا ننسى أن القطاع الحكومي في المرحلة الماضية أثبت جدارته وكفاءته وحقق نجاحات هائلة، فبالتالي الآن حان الوقت أن يعني يسحب القطاع العام إذا صح التعبير مع القطاع الخاص من خلال تمويل والإنفاق في المشاريع الكبيرة اللي من شأنها أن تعزز حقيقة الوظائف. دائما احنا عندنا الاقتصاد السعودي اقتصاد جريء، ونجحنا أخوي مفرح بالنسبة للمشروعات الكبيرة، دائما حققنا نجاحات فيها كبيرة واستوعبت الآلاف من الوظائف، وكذلك كان لها انعكاسات على ميزان المدفوعات التجاري السعودي. عظيم. دكتور أستاذنك أنه أخذ فاصل وأرجع أفتح معك كل ما يتعلق بالقطاع الخاص. حياكم الله مجددا في الجزء الأخير من يا هلا، نتحدث عن برنامج شريك الذي دشنه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اليوم، وضيفي الدكتور محمد القحطاني. دكتور أرحب فيك مجددا. اليوم ما هو دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة وماذا يجب عليه؟ 1 2 3. قبل أذكر هذا الموضوع أخوي مفرح، قبل الفاصل كنت بركز على النقطة أن الإنفاق اليوم في الاقتصاد السعودي اليوم غير الإنفاق في السابق. الآن سيكون الإنفاق مقنن وأيضا هادف وموجه لمشاريع الرؤية 2030، فبالتالي إن شاء الله بإذن الله تعالى، وهذه لأول مرة أن يكون هناك مبادرة شريك اللي من شأنها أن ترتقي بالقطاع الخاص إلى أعلى المستويات. لا ننسى أن احنا الآن أصبح عندنا مقياسات أو قياسات دولية، أصبح عندنا الآن مستهدفات، أصبح عندنا رؤية واضحة، توجه أيضا، هناك دعم من الصندوق السيادي، هناك مشاريع تم الإعلان عنها، مشاريع مليارية حقيقة في مختلف مناطق المملكة. كل هذه حقيقة من شأنها أن تجعل القطاع الخاص يرتقي بأداء، فحريا على القطاع الخاص أن يعني أن يقدم ما لديه، ولا يمنع أيضا بأن يدخل في مبادرات، يفتح المجال للشباب السعودي والشابات أيضا، يطرح البرامج التدريبية لهم، لأن أعتقد المرحلة القادمة تحتاج إلى مهارات دقيقة جدا، خصوصا وإحنا متوجهين إلى الاقتصاد المعرفي، الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد الذكي، كل مشاريعنا ذكية جدا ومتوائمة مع البيئة ومع الطاقة، فبالتالي حتى وإن كانوا خريجينا أو خريجاتنا من البنات والأولاد، لابد على شركات القطاع الخاص أن يعني تتبناهم وتعطيهم برامج، وأنا متأكد بأن من خلال شريك برنامج شريك سيكون هناك دعم كامل من قبل الدولة لهذه الشركات اللي تحتضن أبنائنا وبناتنا. طيب فيما يخص القطاع الخاص ودوره الآن بإيجاز دكتور.
القطاع الخاص طبعا بلا شك يعني مطلوب منه أن يشمر على ساعده وأن يبدأ وأن يدخل حقيقة المشاريع. صحيح أنها قد تكون يعني احنا دائما هناك يعني تطلعات سمو ولي العهد، دائما المشاريع سمو ولي العهد اللي أعلن عنها دائما تحمل فيها نوع من التقنية والاقتصاد الذكي وفيها طموحات كبيرة جدا، وهذا ما يتطلب حقيقة الاقتصادات الذكية واللي من شأنها أن تعزز وبسرعة النواتج المحلية عندنا. فبالتالي القطاع الخاص لا يزال على الرتم القديم. احنا نريد الحمد لله بدأ الآن مجموعة من الشركات خصوصا في القطاع الصناعي، بالأمس طرحت مبادرة صنع في السعودية، الآن كل المصانع السعودية مبتهجة بدعم الحكومي وبنك الصادرات الآن، وكلهم الآن سيقدمون الجديد. مثل القطاع الصناعي نريد من مختلف القطاعات أن تبادر بالأفكار والمبادرات اللي تجعلها تستفيد من برنامج شريك اللي طرحه سمو سيدي ولي العهد. كيف نتوقع أن يؤثر برنامج شريك على معدل البطالة في السعودية، خاصة مع ذكر الأمير محمد في كلماته إلى أنه سيوفر عدد كبير من الوظائف؟ أنا جدا متفائل، يعني أنا بصفتي يعني محسوب على يعني التحليل الاقتصادي وأيضا أنا أستاذ في الموارد البشرية، أنا أقول من هذا المنبر حقيقة ليس هناك خوف من البطالة بإذن الله تعالى. اقتصادنا قوي سيحتضن إلى أكثر حتى من 5% خلال الأربع سنوات القادمة، يعني سننزل بإذن الله تعالى في 2027 سيكون نسبة البطالة عندنا بإذن الله 6% بدل 12.5% اليوم. فبالتالي الآن عندنا مشاريع كبيرة، والآن الحمد لله تلاحظ الاقتصاد السعودي مركز جدا على مشاريع كبيرة. وأيضا معليش دكتور، أنت تتوقع أنه في 2027 نصل إلى 7%؟ بالضبط، يعني قبل مستهدف الرؤية ب3 سنوات، الرؤية تستهدف 7% في 2030. بإذن الله 2030 ستكون بإذن الله تعالى البطالة 5% بإذن الله، وأنا أراهن من خلال منبركم هذا. دكتور محمد القحطاني شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في أهلا. شكرا للدكتور محمد القحطاني. هذا الرهان رهان كبير وتوقعات أكبر في أن يصل معدل البطالة إلى 7% في 2027 وإلى 5% في 2030 كما يتوقع الدكتور محمد القحطاني. برنامج شريك دشن اليوم بدشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. أضأنا لكم فيها هلا مزيد من التفاصيل حول هذا البرنامج سواء في بداية الحلقة أو الآن، وسنستمر دائما في إلقاء الضوء على كل هذه المشروعات العملاقة اليوم التي نفاخر بها كسعوديين، والتي تثبت لنا وللعالم أجمع أننا نسير إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030 بثقة. غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. سبحانه وتعالى.